هاي انا دينا عبد الكريم انا مذيعه وكاتبه وعندي برودكشن هاوس فطول الوقت بحتاج الكمبيوتر وبشتغل وبستخدمه وببوظه اول ذا تايم فانا قلت لهم كده فانا لما جيت هنا ببوظ الكمبيوتر بتاعهم زي ما بعمل دايما ف in one second it started back as new فعايزه اقول لكم برافو it's amazing